بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، طالباتي طلبتي الأعزاء. يسعدني أن ألتقي بكم في حصة أخرى من حصص مادة مناهج العلوم الاجتماعية والقانونية. وتذكيرا بمضامين الحصص الماضية، فقد تطرقنا إلى المفاهيم المرتبطة بالعلوم الاجتماعية وإلى مفهوم المناهج وتوضيح تعدديتها، بالإضافة إلى التطرق لأداة من أدوات البحث الميداني التي نلجأ إليها عندما نريد أن ننتقل إلى التعامل مع البيانات والمعطيات وجمعها من الحقل، من حقل الدراسة وهي العينة. ننتقل بكم اليوم إلى أدوات جمع المعطيات، ونستهل بأداة الملاحظة أو منهجية الملاحظة. وبطبيعة الحال على عكس ما توحي به الكلمة في معناها العامي والتي تعني استعمال البصر أو العين في جمع المعلومات، فإن المقصود بالملاحظة في معناها العلمي كأداة لجمع المعطيات هي استعمال الحواس، فهي إذن أداة من أدوات جمع المعطيات والبيانات المتعلقة بموضوع البحث أو الدراسة، والتي نوظف فيها الحواس. وبطبيعة الحال عندما أقول الحواس يجب أن نفترض الحواس كاملة، من مشاهدة، من بصر، ومن لمس، ومن شم، ومن ذوق، ومن سمع. فالكثيرون قد يعني يستغربون لبعض الحواس كيف يمكن استعمالها في وصف أو في جمع البيانات المتعلقة بالموضوع. وهنا لابد أن نشير إلى أن المشاهدة تنفعنا في بعض أنواع البحث أو في بعض مواضيع البحث. فقد يطلب منا مشاهدة تصرف المتهمين أمام القاضي، وهنا قد نستعمل حواس محدودة أهمها السمع والمشاهدة، أو قد يطلب منا وصف تصرف الراجلين في مكان معين أو في كيف يتصرفون مع قانون السير. وهنا كما تلاحظون فربما سيكون المطلوب هو استعمال حاستين لا أكثر، وهما حاسة المشاهدة أو البصر وحاسة السمع. لكن في بحوث اجتماعية أخرى قد يطلب أو يكون المطلوب الاعتماد على حواس أخرى، فالبحث الاجتماعي لا يقتصر فقط على الظواهر التي يمكن مشاهدتها أو التي يمكن الاعتماد على حاسة السمع للتعرف عليها، بل يمكن أن يطلب منا البحث في ظواهر تتطلب استعمال حاسة الشم
وحاسة الذوق. فرب أو قد يقال أو قد يطلب منا البحث في الطبخ عند قبيلة ما أو عند المغاربة، وهنا لا شك تفهمون أي نوع من الحواس سنستعملها. أو قد يطلب منا البحث في العطر في مجتمع معين أو في قبيلة معينة أو لدى فئة من فئات سكان الأرض. وفي هذه الحالة أيضا تفهمون أي أنواع الحواس يجب الاعتماد عليه. وبالتالي عندما أقول أن الملاحظة هي أداة لجمع المعلومات بالاعتماد على الحواس، فيجب أن يفهم كل ما تشير إليه هذه العبارة أو كل المعاني التي يشير إليها التعريف. فالمقصود الحواس جميعها، ولا نعلم بالضبط متى يمكن أن نحتاج هذه الحاسة أو تلك، يعني بحسب المواضيع أو مواضيع البحث التي تعرض على الباحث. بالتالي فالتعريف واضح وبسيط: استعمال الحواس في جمع المعطيات. والملاحظة بطبيعة الحال التي نود أن نعرفها لكي نعرفها بشكل دقيق ونميزها عن أنواع كثيرة من معاني الملاحظة، يجب أن نحدد شروطها. فبالتالي يجب أن نشير إلى أن الأمر يتعلق بالملاحظة العلمية. الملاحظة العلمية لها شروطها تستمدها من ارتباطها بالعلم. فالعلم حقل أو مجال لمعرفة الواقع، لمعرفة المحيط، يستهدف الحصول أو الوصول إلى معطيات تتسم بالدقة والموضوعية، ويمكن التحقق من مصداقيتها أو من صدقها بالعودة إلى الواقع نفسه أو بالتجربة. فالملاحظة إذن المقصودة هي الملاحظة التي تستهدف الدقة وتلتزم بشروط العلم، التي من جملتها ضبط علاقة الباحث بموضوع البحث، بحيث يجب أن تسود بينهما خاصية الموضوعية من جهة، ومن جهة أخرى خضوعها لإمكانية التحقق من صدق النتائج باعتماد التجربة أو باعتماد الوسائل الأخرى التي تعتمد في التحقق من نتائج العلوم. هذا على مستوى أول. المستوى الثاني، يجب أن نستبعد من دائرة حديثنا ما يعرف بالملاحظة العفوية. الملاحظة العفوية هي التي ينجزها إنسان بشكل عفوي ودون إعداد مسبق، حيث أكون مارا من شارع رئيسي في المدينة فأرى أو أشاهد شخصا يعنف شخصا أو سيدة أخرى. فهذه الملاحظة هي ملاحظة عفوية لا تخول لي ولا يمكن أن نعتمد عليها للحديث عن استفحال العنف في المجتمع المغربي على سبيل المثال. فهي ملاحظة عفوية لا يمكن أو لا يجب أن نعتمد عليها
إبرازي أو لاستخلاصي أو للخروج بحقيقة نعممها على المجتمع المغربي. فهذه ملاحظة عفوية. كذلك من الملاحظات التي نستبعدها أو يجب أن تستبعد من دائرة العلم هي بعض أنواع الملاحظات الصحفية أو الصحافية. فتعلمون أن بعض أنواع الملاحظة الصحفية، حتى لا أقول كل الأنواع، هي ملاحظة لاحقة للحدث. في بعض الحالات يضطر الصحفي إلى البحث عن الحدث، فتدخله يأتي لاحقا من جهة. من جهة أخرى تدخله غير مؤطر بأهداف العلم، فهو لا يستهدف معرفة الحقيقة من أجل الحقيقة، بل يهمه إبراز مظاهر معينة تخدم رسالة الصحفي، تخدم أهداف الصحفي، ومن جملة ذلك إثارة المشاهد أو إثارة أو إثارة القارئ. وبالتالي هذا النوع بالذات الذي أتكلم عليه حصرا ولا أذكره أو لا أناقش الأنواع الأخرى، فإنني يعني أستبعد هذا النوع من دائرة العلم. فما هي الملاحظة العلمية أو ما هي شروطها؟ هنا يجب أن نسجل أن من أهم شروط الملاحظة العلمية هي التهيئ والإعداد المسبق. فملاحظة العالم هي التي يهيئها مسبقا ويستعد لها مسبقا، فقبل أن تذهب لتلاحظ ظاهرة ما من ظواهر الاجتماعية يجب أن تعرف كل ما يمكن معرفته عنها. يجب أن تقرأ كل ما كتب عن تلك الظاهرة، يجب أن تطلع على كل ما أنجز من أبحاث سابقة على هذا الموضوع أو هذه الظاهرة، لأن الباحث يجب أن لا يسقط في بعض المخاطر، وهي أن يذهب لملاحظة أو لإنجاز ملاحظة حول مظهر من المظاهر التي سبقت ملاحظتها من طرف باحثين آخرين. كذلك يجب أن يعرف جيدا ما يجب أن يلاحظه. فعندما يذهب الباحث أو الذي يقوم بجمع المعطيات والبيانات إلى الميدان، فلا يحدد ما يلاحظه عندما يصل إلى تلك الظاهرة، بل يحدده قبل ذلك، يحدد مسبقا الجوانب التي سيركز عليها. هل الجوانب الثقافية في الظاهرة؟ أم الجوانب الاقتصادية للموضوع؟ أم الأبعاد السياسية؟ أم الأبعاد القانونية للموضوع؟ وغيرها من الأبعاد الأخرى. يجب أن يحدد ذلك بشكل مسبق. لذلك قلت لكم بأن الملاحظة العلمية ليست ملاحظة الإنسان التي ينجزها بشكل عفوي، أو بعض أنواع الملاحظات التي ينجزها أو تنجز في ظروف صحفية معينة، فهي ملاحظة تتطلب الإعداد المسبق. يجب أن نعرف جيدا كيف نلاحظ وماذا نلاحظ، يجب أن نحدد ذلك بشكل مسبق.
فبعدما تطرقنا لتعريف الملاحظة وميزنا الملاحظة العلمية عن بعض الأنواع ومن جملتها الملاحظة العفوية والملاحظة أو بعض أنواع الملاحظة الصحفية، وحددنا أهم شروط الملاحظة العلمية التي من جملتها الالتزام بمبادئ العلم وأهدافه، ثم التهيئ والإعداد المسبق، ننتقل إلى أنواع الملاحظة. وهنا أريد أن أقف عند تصنيف واحد لأصناف الملاحظة، وهو التمييز أو الذي يميز بين الملاحظة الخارجية والملاحظة الداخلية. فأساس التمييز بين النوعين هو موقع الملاحظ أو الباحث من موضوع البحث، بحيث نطرح السؤال هنا: هل ينتمي إلى موضوع البحث أو لا ينتمي إلى موضوع البحث؟ فالسؤال مثلا أو نموذج للملاحظة الداخلية هي التي يقوم بها شخص ينتمي إلى الموضوع، مثلا أن ينجز طالب وصفا لسلوك الطلبة، فهذا الطالب يكون قد أنجز بحثا بالاعتماد على النوع الذي يسمى بالملاحظة الداخلية التي ينجزها شخص ينتمي إلى موضوع البحث. أو النوع الثاني هي الملاحظة الخارجية التي ينجزها شخص لا ينتمي إلى موضوع البحث، كأن يصف أستاذ سلوك الإداريين داخل الكلية أو سلوك الطلبة داخل الكلية، فهذه تعتبر ملاحظة خارجية باعتبار أن الذي أنجزها شخص لا ينتمي إلى موضوع البحث. الخزانة العامة للمغرب وخزانات الكليات في المغرب يعني ملأ بهذا النوع من الأبحاث التي أنجزت على مر تاريخ المغرب، خاصة خلال القرن العشرين، حيث أن أنثروبولوجيون كثيرون يعني جاءوا على الخصوص من الغرب أنجزوا أبحاث حول قبائل المغرب، من جملتها دافيد هارت الذي أنجز بحثا سماه ب يعني خلص في آخره إلى إصدار كتاب سماه بأيث وارياغل أو قبيلة بني ورياغل في الريف الأوسط. فهذا البحث هو من الأبحاث التي أنجز وفق الملاحظة الخارجية والداخلية معا، حيث أن دافيد هارت أولا لا ينتمي إلى هذه القبيلة على الرغم من المجهود الذي بذله ليقبل به السكان، حيث كان يشاركهم ويلبس لباسهم وتلي حتى يتقرب أكثر إلى سكان هذه القبيلة طمعا في الحصول على معطيات دقيقة ومعطيات حقيقية، لكن ربما وعيا منه
أو للصعوبات التي يطرحها البحث اعتمد على خدمات شخص آخر ينتمي إلى مجتمع البحث، هو الذي يساعده في فهم وتفسير بعض ما يشاهده دافيد هارت، لأن الغرض طبعا ذكاء في المزج بين النوعين من الملاحظة الداخلية والخارجية، هي كون الملاحظة كون كل من النوعين له إيجابيات وله سلبيات. فبالنسبة للملاحظة الخارجية فلها إيجابيات، تكمن في أن الباحث يتعامل مع موضوع البحث بموضوعية تامة أو تكاد تكون تامة، اعتبارا لكونه لا يتعاطف مع هذه الظاهرة، لا يحبها ولا يكرهها، هي موضوع بحث في آخر المطاف، وهو سيسافر بعد عدة سنوات أو بعد عدة أشهر، وبالتالي فهي لا تعني له شيئا. وهذه العلاقة هي علاقة تتيح تحقق شرط الموضوعية، فلا يزايد عليها ولا يقلل أو لا يدينها ولا يكرهها ولا يحبها، بالتالي هذه العلاقة تسمح له بالاحتفاظ بعلاقة موضوعية مع الظاهرة، وهذا أو هذه الموضوعية هي ضمانة لتحقيق نتائج دقيقة، نتائج علمية. لكن من سلبياتها أن الباحث الأجنبي يتعذر عليه فهم الكثير من الأفعال والمؤسسات والسلوكات التي يشاهدها، لا يستطيع أن يفهم كل شيء، لذلك فهي يعني ناقصة أو تتوفر على هذه السلبية، حيث أن الباحث الأجنبي لا يفهم الظاهرة كما يجب، وهو النقص الذي يتم تغطيته بالاستعانة بشخص ينتمي إلى موضوع البحث، وهو الذي تحدثنا عنه في حالة دافيد هارت، حيث استعان بشخص ينتمي إلى موضوع البحث، والغرض هو النفاذ ومعرفة وفهم بعض التصرفات وبعض السلوكات وبعض المؤسسات التي لا يستطيع أن يفهمها دافيد هارت الذي جاء من الغرب ولا يفهم كل اللغة. وبالتالي فسلبيات الملاحظة الخارجية التي يقوم بها شخص لا ينتمي إلى الظاهرة تعوض بإيجابيات الملاحظة الداخلية، على أن يحتاط الباحث من سلبيات النوعين. فالنوع الثاني من الملاحظة هو الملاحظة الداخلية، يتم أو ما يخشى منها هو أن يتعاطف الباحث مع الظاهرة فلا يكشف عن كل خباياها ولا يكشف عن تابوهاتها وعن خفاياها، وهي مسألة سلبية يجب أن يكون معها الباحث الرئيسي في البحث يقظا يوجه الباحثين الآخرين الذين يساعدونه في جمع المعطيات. شكراً.